نعم في سؤال بعد اذنك بس. اتفضل يا اخي. زيارة القبور في اي وقت وهل الميت يشعر بمن يدور زيارة القبور؟ زيارة القبور في اي وقت يشعر الميت بمن يدور؟ الله اعلم، لكن قد قال تعالى في كتابه الكريم هل يشعر الميت بمن يزوره أو لا يشعر، فمن العلماء من يقول إن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ولقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ومن العلماء من قال فور الوفاة قد يسمعون لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعان عليهم. قال حديث عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لبنية امكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله أتخاطب جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والله أعلم.